السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. آخر مباراة في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي انتهت بفوز ليستر سيتي 4-0 على أستون فيلا. خلينا نشوف ترتيب فرق الدوري الإنجليزي وترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة 29. يأتي عندنا في صدارة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي ليفربول في المركز الأول ب 82 نقطة، مانشستر سيتي في المركز الثاني ب 57 نقطة، ليستر سيتي في المركز الثالث ب 53 نقطة، تشيلسي في المركز الرابع ب 48 نقطة، مانشستر يونايتد في المركز الخامس ب 45 نقطة، ولفرهامبتون في المركز السادس ب 43 نقطة، شيفيلد يونايتد في المركز السابع ب 43 نقطة، توتنهام في المركز الثامن ب 41 نقطة، أرسنال في المركز التاسع ب 40 نقطة، بيرنلي في المركز العاشر ب 39 نقطة، كريستال بالاس في المركز الحادي عشر ب 39 نقطة، ايفرتون في المركز الثاني عشر ب 37 نقطة، نيوكاسل في المركز الثالث عشر ب 35 نقطة، ساوثهامبتون في المركز الرابع عشر ب 34 نقطة، برايتون في المركز الخامس عشر ب 29 نقطة، ويست هام يونايتد في المركز السادس عشر ب 27 نقطة، واتفورد في المركز السابع عشر ب 27 نقطة، بورنموث في المركز الثامن عشر ب 27 نقطة، واستون فيلا في المركز التاسع عشر ب 25 نقطة، في حين نورتش سيتي في المركز العشرين والأخير ب 21 نقطة. أما ترتيب الهدافين فيأتي في صدارة ترتيب الهدافين جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي ب 19 هدف، وفي المركز الثاني أوباميانج لاعب أرسنال ب 17 هدف، المركز الثالث محمد صلاح لاعب ليفربول ب 16 هدف، وسيرجيو اجويرو لاعب مانشستر سيتي، وفي المركز الرابع داني انغز لاعب ساوثهامبتون ب 15 هدف، وفي المركز الخامس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد ب 14 هدف ومعه ساديو ماني لاعب ليفربول، وفي المركز السادس كالفرت لاعب ايفرتون ب 13 هدف ومعه تامي ابراهام لاعب تشيلسي وخيمينيز لاعب ولفرهامبتون، وفي المركز السابع انتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد ب 11 هدف، وكريس وود لاعب بيرنلي، وهاري كين لاعب توتنهام، ورحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي، وتيمو بوكي لاعب نوريتش سيتي، وفي المركز الثامن غابرييل خيسوس لاعب مانشستر سيتي ب 10 اهداف، وريتشاردسون لاعب ايفرتون، وفي المركز التاسع سون هيونغ مين لاعب توتنهام ب 9 اهداف، وجوردان ايو لاعب كريستال بالاس في المركز العاشر ب 8 اهداف، ومعه كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي ايضا ب 8 اهداف في المركز العاشر. كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة ليصلك كل جديد، ما تبخلش على الاشتراك في القناة، ونراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى عن الدوري الإنجليزي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.